صديقات المشاهدات، أرحب فيكم في برنامج لكي مساء الحرية ومساء الكرامة، حيث سنبحر اليوم على قناة فور شباب مع حدثين مهمين. ضحى، تعرفين عليهم؟ اليوم في برنامج لكي في حلقة خاصة واستثنائية رح نقدم من خلال طيارة ورق تغطية الأحداث اللي حصلت مع أسطول الحرية والأحرار من مناضلين ومناضلات كانوا على متنه. الليلة رح يكونوا معنا لنشهد على اللي صار زي ما شهد عليه التاريخ وسجله. وفي النص الثاني من الحلقة رح نحكي عن التحضير لفترة الدراسة والاختبارات القادمة، طريقة المذاكرة مع المتألق دائما دكتور خالد أبو الشامع. في الأثنين الماضي تعرض أسطول الحرية المتوجه إلى غزة لكسر الحصار ورفع الظلم والمعاناة عن أهل غزة، تعرض له هجوم غاشم وعدوان وقرصنة من الجيش الإسرائيلي أدى إلى قتل وجرح عدد كبير من الطاقم ومن المناضلين اللي كانوا على متنه. أحداث مأساوية صحينا عليها الأثنين الماضي، كنا إحنا قبلها بساعات في برنامجنا مع هيا الشطي هون في البرنامج، كانت معنا من خلال مداخلة هاتفية، كنا وقتها عم نطمن على أوضاعهم وأحوالهم على متن الأسطول. اليوم رح يكونوا معنا، اليوم كمان رح تكون معنا هاي الشطي الناشطة الحقوقية والإعلامية منى ششتر، رح نحكي معهم أكثر عن اللي صار على متن أسطول الحرية. لكن قبل ما نكون معهم من الكويت رح نطلع لتقرير بيحكي عن التغطية اللي كانت على الفيسبوك حول العدوان اللي صار وكل الحملات اللي طلعت بعدين على الفيسبوك. خلينا نتابع التقرير ونرجع. أضحت المواقع الاجتماعية هي القبلة الأولى لكثير من الباحثين عن المعلومة الجديدة والمتابعة المستمرة للحدث. ففي الهجوم على أسطول الحرية تحول الفيسبوك إلى موقع إخباري من خلال المتابعة المستمرة لسيل الأسطول منذ بدء الإنزال المظلي في السفن إلى حين تمت السيطرة عليه ونقله إلى ميناء أسدود المحتل. ومن هنا بدأت نقطة التحول لدى مرتادي الفيسبوك من تحويل العاطفة والحماسة إلى رد فعل وإنجاز مشاريع بمثابة تحية التقدير والامتنان لكل شهداء جرحى ومناضلي الحرية. فقد أنشأت العديد من الصفحات المتضامنة مع شهداء وجرحى الحرية، ومن ضمنها بوابة النصرة والتي أنشأها الشاب محمد المطيري، وهو من أكثر الشباب كفاءة في تنظيم الحملات التطوعية، ورابطة التآلف التي أنشأها الدكتور علي العمري والتي بدأت نشاطها في تسيير القوافل نحو غزة بطريقة رسمية من خلال الندوة العالمية للشباب الإسلامي. الفيسبوك طبعا أصبح وسيلة عصرية الآن يجتمع فيه كثير من الشباب والبنات، ودائما يريدون الخطوات العملية. أنشأت هذه الرابطة، رابطة الشباب العربي والمسلم، يعني نتكلم عربي ممكن يكون مسلمين ممكن يكون غير مسلمين، فالعربي والمسلم، وضعنا لها شعار تآلف، نريد أن نتآلف مع بعضنا البعض لتحقيق قضايا كبرى. طبعا في الفيسبوك في قضايا كثيرة تكلم فيها الشباب، فكرية وثقافية تربوية، حتى أحيانا لطائف ونكات وكذا، هذه مفيدة جدا للشباب. لكن نحن نريد أن نتخصص في قضية كبرى نجمع الجميع عليها، فلذلك يعني أنشأنا هذه الرابطة، رابطة شعبية داخلية عن طريق الفيسبوك لإنشاء مشروعات أو الدلالة على مشروعات عملية. وقد بدأنا والحمد لله في قضية غزة هذه بخطوات عملية، والحمد لله في تجاوب كبير جدا، اشتراك من الجميع، بل أن الكثير من الأخوة والأخوات يتمنون أن يكونوا من أعضاء يعني الرابطة التأسيسيين لينالوا شرف يعني البداية، شرف التشجيع للأطراف الأخرى، وهم سينالون الأجر إن شاء الله عز وجل. وهذه إحدى الأدوار الحقيقية التي لا بد أن نقوم بها، أننا نعمل وفق خطوات مدروسة ومنظمة وأن لا نستعجل. وهذه لغة أيضا للشباب، لأنهم يحتاجون خطوات عملية لكن يسألون كيف، فلا نريد أن نستعجل، ونريد في الوقت نفسه أن نأتي بخطوات يمكن أن يقدموها بعيدا عن الأحلام والنظريات. واقترح بعض الشباب في الفيسبوك أن يسجلوا بأصواتهم كلمات تضامن لأجل الحرية،
وتم هذا بمشاركة من الأستاذ مهنا الحبيل الباحث الشرعي والأستاذ مصطفى الحسن دكتور التفسير في جامعة الملك فهد البترول والمعادن، إضافة إلى عدد من الشباب ومنهم حمدان الحمدان وثامر الزايدي وعبد الله الحبيل وغيرهم الكثير. ولم يكتفي الشباب بذلك، بل قامت مجموعة منهم بزيارة القنصل التركي لشكره وإعلان التضامن مع الدور التركي المشرف في مناصرة قضية حصار غزة. فمن خلال هذا الاستقراء نستطيع القول بأن شباب الفيسبوك استطاعوا استثمار هذا الحدث وتحويله إلى نوع من رد الفعل الإيجابي من خلال الصفحات المتضامنة والقوافل التي بدأوا في ترتيبها وكلمات التشجيع والتضامن بعيدا عن الضجيج ورد الفعل السلبي. زي ما سبق وخبرناكم اليوم رح نكون مع شهادات من شابات كانوا على متن أسطول الحرية، كلنا كبنات بنفخر فيهم واليوم سعيدين بأنهم موجودات معنا. اليوم معنا الناشطة الحقوقية هيا الشطي والإعلامية منى ششتر. بداية هيا الشطي، يعني أولا الحمد لله على السلامة، كنتي معنا الأسبوع الماضي. تسلمي، كنتي معنا الأسبوع الماضي، كنا عم نطمن على أوضاعكم على متن الأسطول، ومتأكدة لا كان في بالنا ولا في بالك اللي كان بيستناكم بعد ساعات، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، ودائما النضال والتضحية دائما في ثمن لازم ندفعه بالمقابل. خليني أرجع معك من البداية، بداية كيف كان التنسيق مع الأتراك مشان أسطول الحرية والتحضير له والترتيبات كيف تمت من البداية؟ في البداية احنا في شهر ديسمبر من 2009 كنت ضمن الوفد اللي طالع في شريان الحياة من لندن إلين غزة. الوفد طبعا كان يمثل في ما يقارب تقريبا 29 دولة، منهم دولتين عربيتين بس، الكويت والأردن، فكنت الفتاة الوحيدة العربية على متن هذه الحملة. فخلال هذه الحملة صارت علاقتنا قوية مع الإيهاها اللي هم جماعة الأتراك هيئة الإغاثة التركية، وبدأنا بعد ما رجعنا من هذه القافلة التحضير حق أسطول الحرية. طيب أستاذة هيا، وقت ما كنتوا على السفينة إيش كانت الاحتياطات اللي اتخذتوها قبل الهجوم الإسرائيلي عليكم؟ وهل توقعتوا الهجوم الإسرائيلي؟ هو صراحة كان أسوأ الاحتمال أن إحنا نحاصر في البحر أو إحنا نمنع من دخول غزة ونظل في البحر من يوم إلى أسبوع، يعني على أعلى تقدير يكون الموضوع شهر. لكن هجوم من جيش عسكري كامل بأسلحة وبمواد يعني قنابل أو بمواد فيها استخدام للعنف أبدا ما كان على البال، فما كان في أي احتياطات من هالناحية أبداً، لأن يعني كان كل اللي عندنا بس اللي هما اللايف جاكيتس، هذا كان أكبر احتياط عندنا، لأن إحنا ما كنا متوقعين أصلاً يعني حدوث هجوم عسكري على قافلة إنسانية تحمل أكثر من 38 نائب برلمان من كل أنحاء العالم ويمثلونها أكثر من 50 دولة الأعضاء اللي فيها. طيب كان جزء من تبريرات الصهيونية المعهودة إنه والله ركاب السفينة كانوا بيحملوا أسلحة بيضاء وقاموا بالهجوم على الجيش الإسرائيلي أول ما كان معهم على متن الأسطول، هل هذا الكلام صحيح؟ أعتقد أن مساعد قبطان السفينة كان ابنه معنا على متن السفينة، وابنه كان عمره سنة ونص، فهل معقول أن أم وأب يعرضون طفلهم اللي عمره سنة ونص إلى الخطر بركوب السفينة سوف تتعرض لحرب عسكرية من رابع أقوى جيش في العالم؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، هم قالوا أنهم إحنا كان عندنا سكاكين، وقالوا أن إحنا كان عندنا عصي. طبعا سكاكين وسكاكين كانت هي استخدام المطبخ، إحنا عندنا أكثر من 600 شخص على متن هذه السفينة يحتاجون حق يعني في عملية الطبخ، أكيد يحتاجون حق السكينة والعصا والعصي الموجودة، يعني مو معقول إن إحنا راح نتبارز مع هليكوبتر بعصات أو مع بارجة صهيونية بعصات، فالموضوع أبدا ما يدخل العقل. إحنا حملة إنسانية ممثلة من 50 دولة، مستحيل إن إحنا نكون نعرض نفسنا ومناصبنا والثقل السياسي والإعلامي اللي معنا على متن سفينة للخطر بهذه الطريقة المتهورة. طيب صفي لنا المشهد، كيف كان الهجوم وكيف وصلوا لكم بالجيش الإسرائيلي على متن الأسطول؟ هو طبعا الموضوع كان فجأة، يعني ما كان في أي سابق إنذار أو تهديد. كلموا كابتن السفينة وسألوا شنو اسم السفينة، قال لهم اسمها مرمرة وأين وجهتها، فبلغهم أنها وجهتها إلى غزة، فطلبوا منا تغيير الوجهة، فهو رد عليهم أن هذا مو من حقكم القانوني، وإحنا من حقنا إحنا نروح إلى بحار غزة بما أن هي منطقة حرة. وانقطع الاتصال في أنها. بعد كم ساعة
فوجئنا بمحاصرتنا بأكثر من 20 بارجة وسفينة إسرائيلية وبرمي رصاص حي على جموع المصلين اللي هم كانوا صاحين يصلون صلاة الفجر. وهم استغلوا من أول ما بدأوا صلاة الفجر استغلوا على طول برمي رصاص الحي عليهم، فما كان الموضوع يعني لا على البال ولا على خاطر أبداً.